الحقيقة عملية تدليس المعدة من أقدم جراحات السمنة، وكانت منتشرة بحد كبير لسهولة إجراءها ونتائجها القوية في بداية ما اتعملت. لكن التدبيس أصبح من العمليات اللي احنا بنسميها الأولد فاشن، بمعنى أن التكميم أثبت فعالية أكتر، التحويل المصغر بقى أثبت فعالية أكتر، وبالتالي بدأ يقل استخدام العالم كله لعمليات التدبيس. لكن هناك تطوير شوية في عمليات التدبيس خلته يرجع للظهور بنسبة معقولة ويحقق درجة من النجاح، هو التدبيس الحديث للمعدة اللي تجنب بعض المضاعفات اللي كانت موجودة في التدبيس القديم زي القيء المستمر والهزال اللي كان بيصيب أصحابه.